بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أيها الإخوة، برنامج حروف برنامج مسابقات خفيف منوع، ها هو يتجاوز عامه العاشر، وكما تعلمون فقد تعاقب عدد من الزملاء على تقديمه. لن أضيف شيئا جديدا، لكن الملاحظ هذا العام أن حلقات البرنامج تتزامن مع احتفالاتنا بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة العربية السعودية. اكتسى البرنامج حلة جديدة شكلا كما تلاحظون على الشاشة، ومضمونا لما ستحتويه حلقاته من أسئلة خاصة بالذكرى المئوية ومسيرة الخير المباركة على أرض بلادنا الحبيبة. الآن يا الإخوة لنبدأ على بركة الله ونتعرف أولا على أعضاء الفريقين. معنا في الفريق الأخضر الأخ عبدالله القحطاني والأخ عبد الرحمن الغامدي. بدأنا مع اللون الأخضر لأنه لون البداية والانطلاق على الأقل بالنسبة لإشارات المرور. أما الفريق الأحمر فهو اللون الذي نتوقف عنده إجباريا، وهنا نتعرف عليه. معنا الأخ خالد الرشيدي والأخ صقر الفهر. كما تعلمون يا الأخوة فإن الفريق الذي يكسب 3 جولات يفوز بالمباراة، ومن يكسب 2 من المباريات ويدخل المباراة الثالثة يتأهل للتصفيات. هناك جوائز قيمة نقدية وذهبية بانتظار الفائزين. نبدأ الآن على بركة الله مع حرف الجيم. حرف الجيم، حرف الجيم قرية شعبية سعودية يقام بها مهرجان تراثي. نعم، الجنادرية. جنادرية صح. الجنادرية تظاهرة ثقافية كل عام على أرض المملكة حققت أهدافها، ونأمل إن شاء الله المزيد. اختيارك يا عبد الرحمن. رقم 6. رقم 6 حرف الزاي. تحتوي بذور التمر على حوالي 8.5% دهنا، ويمكن بعد جرشها وعصرها الحصول على زيت النخيل. زيت النخيل صحيح. اختيارك يا عبد الرحمن. رقم 3. رقم 3 حرف الثاء في الرياضة. في عام 1408 هجرية تم افتتاح استاد الملك فهد الدولي الذي يتميز تصميمه المستوحى من فكرة الخيام العربية، فهل تعرفون عدد المتفرجين الذين يتسع لهم هذا المسرح الرياضي الكبير؟ أي واحد بيعرف يضغط الجرس. 5 ثواني معك، تفضل. 80,000 متفرج. 80,000 متفرج صحيح. اختيارك يا خالد. حرف النون. طبعا الأخ خالد ماشي كويس. ها، أين حرف النون؟ هو جبل في أبها يشرف على طريق أبها جيزان، فما اسمه؟ جبل في أبها يشرف على طريق أبها جيزان، فما اسمه؟ فما اسم هذا الجبل؟ انتهى الوقت. جبل نهران. يلا حرف النون مرة ثانية. أحد رافدي نهر النيل الرئيسيين ينبع من بحيرة فيكتوريا في وسط إفريقيا ويلتقي بالنيل الأزرق عند مدينة الخرطوم في السودان، ما اسمه؟ نهر النيل. ها؟ نهر النيل. لا، هو نهر النيل هو هذا، قلت أحد رافدي نهر النيل. إيه، فريق الأخضر عندك إجابة؟ ما في إجابة. النيل الأبيض. ما زلنا بحرف النون. طيب، تحولت الإمبراطورية الفارسية إلى ولاية إسلامية بعد تلك المعركة، المعركة التي يبدأ اسمها بحرف النون، ما هي؟ نهاوند. نهاوند إجابة صحيحة يا أخضر. هذه المعركة حدثت عام 21 هجرية. معلومة يعني زيادة بس خفيفة. اختيارك يا عبد الرحمن. حرف الخاء. حرف الخاء. الخاء، نعم. انتبه لهذا السؤال. المملكة العربية السعودية هي واحدة من أمة الإسلام، هي منهم ولهم نشأت أساسا لحمل لواء الدعوة إلى الله، ثم شرفها الله لخدمة بيته وحرم نبيه. من قائل تلك الكلمات المؤثرة؟ هذا قول. قول، نعم. خالد بن عبد العزيز. منو؟ ملك خالد بن عبد العزيز. الإجابة عارفينها يا أخضر؟ جيد سؤال. عادية السؤال للجميع، انتم انتهت فرصتكم. المملكة العربية السعودية
هي واحدة من أمة الإسلام، هي منهم ولهم نشأت أساسا لحمل لواء الدعوة إلى الله، ثم شرفها الله لخدمة بيته وحرم نبيه. من قائل تلك الكلمات المؤثرة؟ خادم الحرمين الشريفين. خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. نعم. الآن يا أخضر هتختار إجباري ربما عشان أو على راحتك. رقم اثنين. أنا عارف هتختار اثنين لأنه إجباري. رقم اثنين، حرف الكاف رسم يدوي الغرض منه تقديم النقد البناء. كاريكاتير. كاريكاتير صحيح يا خالد. خالد قطع عليكم اختيارك يا خالد. رقم خمسة. رقم خمسة حرف الياء. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة. ما في كلمة بس نبغاها، أكمل بس كلمة واحدة عاوزين. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة. ما يصرها؟ لا. أحمر عندك إجابة يا أحمر؟ يدركها. لا، ما يقطعها. نستمر على الرقم، رقم خمسة. حرف الواو. وبالطب عمليات عضوية تحدث في الكائنات الحية مثل الهضم والتمثيل والتنفس، ماذا نطلق على هذه العمليات؟ انتهى الوقت وما زلنا مع حرف إجابته. ما قلنا الإجابة التي تقول لكم إياها. وظائف حيوية. وظائف حيوية. رقم خمسة جديد، حرف الهاء. دولة يسميها أهلها بهارات ويعرفها العالم كله باسم آخر. الهند. الهند إجابة صحيحة. نعم. اختيارك يا عبد الله. حرف السين. حرف السين. هذا حرف ذهبي. اللي جاوب اللي يعرف الإجابة يضغط الجرس يأخذ بك. هو اديكم على الجرس. اللي أسرع هو أول رائد فضاء عربي مسلم. سلطان بن سلمان. منو؟ سلطان بن سلمان. صحيح صحيح. هو صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز. مبروك عليك السبيكة. لو قلت لي رقم الرحلة واسم المركبة كانت تستاهل سبيكتين. يلا تقدر؟ ديسكفري. فرصة من عندي أنا بتصرف ولا ما أدري عايز إيه. ديسكفري. إيش اسمها؟ ديسكفري. ديسكفري رقم كم؟ أنا أبغى رقم كم؟ 51. ديسكفري 51. اختيارك يا. رقم 9. باركنا لك في سبيكة ولا لا؟ بارك. مبروك. طيب رقم كم؟ 9. 9. وحرف الطاء. من أسماء المدينة المنورة؟ طيبة. طيبة صحيح يا أحمد، قطعت عليهم. ماذا تختار؟ حرف الباء. حرف الباء. طيب حرف الباء. معلومات عامة: في ربيع الآخر من العام 1326 هجرية انضمت تلك المدينة إلى جلالة الملك المؤسس عبد العزيز رحمه الله. بريدة. بريدة صحيح، إجابة صحيحة. هذه المدينة واحتلت مكانتها كحاضرة للقصيم، يعني عشان نقفل العبارة. تمام. اختيارك يا أخي. حرف الميم. حرف الميم. حرف الميم. نأخذ سؤالا وليكن ربما في اللغة والأدب: كتاب لا يقرأ من أوله لآخره بل يرجع إليه لمعلومة أو الاستشارة، بماذا يعرف؟ معجم. والله صحيح. هو معجم ومرجع، يعني ممكن يكون الاثنين صحيح والإجابة صحيحة. اختيارك يا حرف الحاء. عبد الله. حرف الحاء. حرف الحاء. حرف الحاء. كان إنشاؤه من اللبنات الأساسية الأولى لأمن الوطن ومقدساته ومن أجل بناء الجندي السعودي المسلم، فما هو؟ حرس الوطني.
حرس الوطني صحيح. اختيارك. ما قفلت خط لسه. حرف الشين. حرف الشين معلومات عامة. من أجمل مصايف المملكة وتبعد عن الطائف مسافة 25 كيلومترا. الشفا. الشفا إجابة صحيحة. في الواقع معلومة أيضا زيادة، تم تسجيل الاستراحات الواقع على هذا الطريق. المصيف الجميل اللي قلنا عليه هو الشفا. إجابة صحيحة. اختيارك. حرف الدال. حرف الدال. حرف الدال إذا أجبت على هذا السؤال تكمل الخط. إيه؟ اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذه الأقوال هي سنة مؤكدة تقال في الوتر، فما اسمها؟ دعاء. دعاء إيش؟ أحمر عارف معك شوي. يلا دعاء إيه؟ اللهم اهدني في من هديت. أحمر هداية القنوط. دعاء انتهى الوقت. دعاء القنوط. دال جديد. مؤسسة أنشئت بهدف خدمة تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها وأثارها الفكرية بشكل خاص وبلاد العرب والمسلمين بشكل عام، وهي مركز للبحث العلمي المتخصص. دار الملك عبد العزيز. دارة الملك عبد العزيز صحيح يا أصدر. قطعت الأحمر. حرف الصاد. حرف الصاد. حرف الصاد. بدأت إذاعة القرآن الكريم من مكة المكرمة والرياض بث برامجها عام 1392 هجرية. في أي شهر من الشهور العربية بدأت إرسالها؟ صفر. في شهر صفر صحيح. يلا. حرف العين. حرف العين. واللي جاوب على هذا السؤال يفوز، لأن الخطوط مفتوحة. بقى كل واحد. تشتهر المدينة المنورة بتمورها المتنوعة. أنا عاوز تذكروا لي أحد أنواع تلك التمور التي يبدأ اسمها بحرف العين. واحد، اثنين، ثلاثة. العرفج. العرفج؟ لا. الأحمر. مش عارفين. هو طبعا عنبرة أو عجوة. عنبر أو عجوة معروف. عين جديد. مثل عربي قديم يقال لمن يعد ويخلف ولا يفي، فقد قالوا أصبح قولهم مثلا مواعيد عرقوب. عرقوب صحيح يا أصدر. وهكذا فاز في هذه الجولة، الجولة الأولى من هذه المباراة، الفريق الأخضر. ننتقل الآن إلى الجولة الثانية مع حرف السين. حرف السين. نطرح السؤال ومن يعرف من الفريقين يضغط الجرس. ما هو عدد السرايا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عدد السرايا. نعم. سبع سرايا. خطأ. فريق الأخضر. واحد اثنين. ما هو عدد السرايا على عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ انتهى الوقت. عدد السرايا 56 سرية. ما زلنا على حرف السين. ما الاسم المعروف للشركة السعودية للصناعات الأساسية، وهي الهيئة المختصة بإقامة المصانع الكبيرة في المملكة؟ سافكو. ها؟ خطأ. فريق الأخضر تعرف؟ سابك. سابك صحيح. اختيارك يا عبد الرحمن. رقم 8. رقم 8. خدمة لكتاب الله الكريم على حرف الميم. ها؟ خدمة لكتاب الله الكريم أنشأ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز هذا الصرح في المدينة المنورة لطباعة المصحف الشريف. ما اسم هذا الصرح؟ نعم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. إجابة صحيحة. والآن أيها الإخوة لنشاهد معا بعض المشاهد من هذا المجمع. خدمة لكتاب الله الكريم مقروءا ومسموعا أنشأ خادم الحرمين الشريفين في المدينة المنورة مجمعا متكاملا لطباعة القرآن الكريم
طباعة فاخرة من مختلف الأحجام لإهدائه إلى الحجاج والمعتمرين والزائرين وإلى الدول الإسلامية الشقيقة. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. ويضم المجمع قسما للتسجيلات الصوتية لقراءات القرآن الكريم من كبار القارئين لتوزع على المسلمين في كل مكان. وإذ يتجه ضيوف الرحمن عائدين إلى بلادهم يحظون بأقدس وأغلى هدية يهفو إليها كل مسلم، وهي نسخة من كتاب الله الذي ينتجه مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم، هدية من خادم الحرمين الشريفين إلى إخوته المسلمين في كل أقطار الأرض. بعد أن شاهدنا أيها الإخوة معا بعض هذه اللقطات المصورة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، نعود لاستئناف هذه الجولة من البرنامج. والآن اختيار فريق الأحمر رقم 6. رقم 6 أيضا حرف الطاء. مدينة جميلة في المملكة العربية السعودية تعد المنصيف الأول، تبعد عن مكة المكرمة. الطائف. الطائف صحيح. تعرف كم تبعد عن مكة المكرمة؟ 200. لا 200 كيلو؟ لا 500. حوالي 80 كيلو مترا بها مسجد عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. اختيارك. حرف الألف. حرف الألف. على حرف الألف بقى. اسم المطار المركزي لمنطقة عسير والذي يعتبر أبها. أبها صحيح. اختيارك يا أخضر. حرف القاف. حرف القاف. هو ميقات أهل نجد والذي لا يجوز للحاج أن يتجاوزه دون أن يحرم منه. هو ميقات أهل نجد والذي لا يجوز للحاج أن يتجاوزه دون أن يحرم منه. أها. جرسه قبل جرسك. جرس المخرج ما عاد واحد بيستعرض عليه أبدا. قرن المنازل. حرف القاف. من الآباء والأجداد الذين سكنوا شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وكانوا يعملون في الرعي والزراعة والصيد، وهاجر بعضهم إلى سواحل الخليج العربي والشام، هم حرف القاف. قحطان. هم القحطانيون صحيح. عبد الرحمن يلا اختيارك. حرف الخاء. حرف الخاء. حرف الخاء ذهب. يلا يا عبد الرحمن إذا جاوبت على السؤال تأخذ سبيكة ذهبية. هو اللي يعرف طبعا من الجميع، أي واحد إذا عرف واحد ما عرف عبد الرحمن وعرف غيره اللي بيضغط جرس. أموي زاهد في الخلافة حبا في العلم وانصرف يؤلف في الطب والكيمياء والنجوم. خوارزمي. لا. الأخضر. أموي زاهد في الخلافة حبا في العلم وانصرف يؤلف في الطب والكيمياء والنجوم. ما اسمه؟ خالد بن يزيد. خالد بن يزيد بن معاوية. إجابة صحيحة. مبروك لعبد الله القحطاني من الفريق الأخضر بفوزه في السبيكة الذهبية. الآن اختياركم. حرف الراء. حرف الراء. تحتضن المملكة العديد من الهيئات الرياضية العربية، فأين يقع مقر الاتحاد العربي للألعاب الرياضية؟ الرياض. الرياض صحيح. ماذا تختار؟ حرف الحاء. حرف الحاء. اسم يقصد به مكة والمدينة. عبد الرحمن. الحرمين. الحرمان صحيح. خيارك يا أخضر. حرف الميم. حرف الميم. مجموعة المواضع التي تشغلها نقطة من الجسم المتحرك خلال الحركة. مجموعة المواضع التي تشغلها نقطة من الجسم المتحرك خلال الحركة. سؤال كيمياء هذا.
نعم نفصل ها؟ نفصل لا الأخضر هذا السؤال مجموعة المواضع التي تشغلها نقطة من الجسم المتحرك خلال الحركة مسار ميم جديد باللغة والأدب فعل جميع حروفه أصلية ثلاثي أو رباعي ما اسم هذا الفعل فعل جميع حروفه أصلية نعم مضارع لا أخضر فعل جميع حروفه أصلية ثلاثي أو رباعي ما اسم هذا الفعل ماضي هو مجرد ثلاثي مثل خرج وعد مجرد رباعي مثل دحرجة زلزلة ميم جديد ميم جديد اسم الجهاز الذي ينتج الطاقة الذرية ويسيطر عليها نسمع عنه دائما في الأخبار مفاعل نووي مفاعل نووي صحيح يا أحمر صحيح يا خالد تختار ماذا حرف الباء حرف الباء حرف الباء حرب جرت بين قبيلتي بسوس طيب بين قبيلتي مين يلا داحس الغبرة بكر أيوة بكر و تغلب وتغلب صحيح تعرف ايش سبب الحرب هذه لا. يعني انت اخذت العلامة يعني صح بس ليش سببها ناقة. بسبب ناقة. ناقة واستمرت هذه الحرب نحو 40 سنة اختيارك حرف الدال حرف الدال حرف الدال ايضا حرب ها تعرفوها اكيد حرب استمرت 40 عاما بين بني عبس وذبيان داحس والغبراء داحس والغبراء اجابة صحيحة اختيارك يا احمر رقم 2 رقم 2 اختيار صحيح رقم 2 تمام حرف اللام شاعر فرنسي اشتهر بحكاياته الرمزية الموضوعة على ألسنة الحيوانات عاش في القرن 17 الميلادي هذا بحرف اللام اسمه بدأ ولا ملف بعد يلا ما هو للجميع الأخضر انتهى الوقت شاعر فرنسي قلنا عنه هذا الشاعر اسمه لافونتين لافونتين رقم 2 جديد بالجغرافيا حرف الثاء مدينة تقع غرب الجبيل بنحو 80 كيلومترا ويرجع عصر بنائها إلى الفترة الإغريقية المعروفة بالعصر السلوقي فما اسمها اسم هذه المدينة ماذا الأخضر ما أحد عارف الأخضر والأحمر انتهى الوقت ثاج رقم 2 جديد أيضا في الجغرافيا حرف الكاف مدينة ألمانية تشتهر بإنتاج العطور ويطلق اسم هذه المدينة على أغلب العطور فما هي كازانوفا لا وين كازانوفا لا أحمر مدينة ألمانية تشتهر بإنتاج العطور ويطلق اسم هذه المدينة على أغلب العطور فما هي بألمانيا حرف الكاف انتهى الوقت اسمها أنت ضربت الجرس يلا معك كولونيا كولونيا صحيح كولونيا كولون أو كولونيا صحيح طيارك أحمر حرف العين حرف العين هو خادم أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان يرعى الغنم في النهار وفي المساء يأتي بها إلى الغار ليسق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من لبنها أو وأبا بكر من لبنها ويزيل بالأغنام أثر الأقدام من طريق الغار أقول لكم السؤال مرة ثانية بس انتبهوا هو خادم أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان يرعى الغنم في النهار وفي المساء يأتي بها للغار ليسقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر من لبنها ويزيل بالأغنام أثر الأقدام من طريق الغار ما اسم هذا الرجل خادم أبو بكر ما في إجابة عامر ابن فهيرة عين آخر إجراءات يتخذها مجلس الأمن أو مجموعة من الدول ضد دولة ما نعم عقوبة عقوبات إيش أنا خلينا نكمل إذن السؤال الأحمر هذا السؤال السؤال إجراءات يتخذها مجلس الأمن أو مجموعة من الدول ضد دولة ما
ذات طبيعة اقتصادية ولا تنطوي على استخدام السلاح كغدر استيراد بعض السلع من ذلك البلد أو توريد بعض السلع إليه أو منع تقديم قروض. ماذا؟ عقوبة اقتصادية. عقوبات اقتصادية صحيح. لا الأخضر هو عقوبة صحيح بس عقوبات إيش؟ لازم عقوبات اقتصادية عقوبات كذا. اختيار الأحمر. رقم 7. رقم 7. إذا أجبت على هذا السؤال تكمل الخط. بصير واحد واحد متعادلين. حرف الغين في اللغة والأدب. أمسكت يداه عن الإنفاق. غلت. غلت. غلت إجابة صحيحة. قطع عليكم يا أحمد. قطع عليكم الخط. يلا الأخضر. حرف التاء. حرف التاء. إذا فزت يا أخضر بصير 2-0. يلا خلوا بالكم يا أحمر انتبهوا معنا اختعوا عليهم. صفة لمن لقي الصحابية مؤقتا ومات على الإسلام. تابعي. تابعي صحيح. قطع الخط على الأخضر. يلا رقم 5. رقم 5. رقم 5 حرف الطاء. الرغبة في الشيء والحرص عليه بشدة. طمع. طمع صحيح. حرف الشين. اختيارك وإذا جبت على السؤال هذا بتسكر الخط بصير 2-0. حرف الشين. حرف الشين. حرف الشين هو أحد قادة الجيوش الإسلامية في فتوحاتها الأولى للشام وفلسطين مع عمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم جميعا. من هو هذا الذي يبدأ اسمه بحرف الشين؟ استوعبت السؤال؟ خلاص شرح بيلو بن حسنة شين جديد. مركز صناعي هام في إنجلترا من أشهر مراكز صناعة السكاكين والقضبان منذ نحو القرن 14. هذا السؤال خلاص. الأحمر ها أحمر عارف السؤال. مركز صناعي هام في إنجلترا من أشهر مراكز صناعة السكاكين والقضبان منذ نحو القرن 14. شفيلد. شين جديد. أكبر مدن الصين وهي ثغر هام بها كثير من الصناعات تلي العاصمة بكين بالأهمية. شنغهاي. ها؟ شنغهاي. شنغهاي. شنغهاي جاب صحيح. نعم. يلا يا أحمر اختيارك. حرف القاف. حرف القاف. ما هذا فاء اسمها اللي قدامك عشان تأخذ تستفيد. فاء. حرف الفاء. 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 حرف الفاء. لو جاوبت على هذا السؤال صح بتصيروا بتفوز الجولة بتصيروا واحد واحد تمام. وإذا جاوب الأخضر بيقطع لكم خط. ذات دين وورع لم يسبق إليه أحد من نساء بني أمية هي زوجة الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ذات دين وورع لم يسبق إليه أحد من نساء بني أمية هي زوجة الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. هذا أيوة في مسلسل وأبوها فاطمة. خليفة كان فاطمة بنت ها؟ فاطمة. فاطمة أيوة ارفع صوتك. فاطمة بنت من أبوها كان خليفة. فاطمة خلاص الأخضر ها ها. فاطمة بنت عمر. لا إجابة خاطئة. فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان. حرف الفاء جديد. الأحمر حتكفر خطك إذا جاوبت برضو معاك الفرصة. حدث هام في تاريخ الإسلام تم في شهر رمضان من العام الهجري الثامن. فتح مكة. فتح مكة وقطع عليكم الخط يا أحمر. يلا يا أخضر. الصاد. حرف الصاد. أنت ما تبغى تكمل خطك طيب؟ ثلاثة. هو ثلاثة أيوة ثلاثة تكمل خطك. رقم ثلاثة. على حرف الهاء. إحدى كبريات الجامعات في العالم وأقدم جامعة أمريكية أنشئت عام 1636. إحدى كبريات الجامعات في العالم وأقدم جامعة أمريكية أنشئت عام 1636. هارفارد. هارفارد صحيح.
اختيارك يا احمر حرف الصاد. حرف الصاد اذا جاوبت برضو بتتعادلوا. ها حرف الصاد. من اهم مدن بلغاريا غيرت اسمها صوفيا. أيوه. صوفيا صحيح. الجولة مش راضي تقفل هذه مش راضي تنتهي. يلا اختيارك. حرف الجيم. حرف الجيم لفريقين الحين اي واحد بيجاوب يقفل الختم. ثاني مسجد في تاريخ الاسلام اقيمت فيه صلاة الجمعة بعد مسجد رسول الله في المدينة. جواثة في الاحساء. جواثة في الاحساء صحيح. وتفوز يا احمد. مبروك للفريق الأحمر بفوزه بهذه الجولة من المباراة ويصبح الآن الفريقان متعادلين. ونبدأ الآن جولة ثالثة على حرف الباء. حرف الباء. طبعا السؤال موجه للفريقين واللي بيضغط الجرس أول يجاوب. مؤلف الملحمة السعودية فوق هام السحب والتي غناها الفنان محمد عبده يبدأ اسمه بحرف الباء. الأمير بدر بن عبد المحسن. الأمير بدر بن عبد المحسن إجابة صحيحة. وبداية موفقة يا فريق الأحمر. اختيارك. حرف التاء. حرف التاء. لفظة وردت في القرآن الكريم بمعنى تتحرك وتذهب وتجيء. ها. تمر. تمر صحيح. اختيارك أخضر. حرف السين. حرف السين. جاء الذهب يا شباب. حرف السين. أول الخلفاء العباسيين. ها عبد الله. السفاح. ها السفاح. السفاح صحيح. جاب صحيح. يعني عبد الله فاز بالذهب الآن. مبروك عليك سبيكة ذهبية عن إجابتك لهذا السؤال. طبعا احنا قلنا بنكمل معلومة بس بسيط عن السؤال السابق. أول خلفاء العباسيين حكم في فترة من 750 إلى 754 ميلادية عرف بالبطش الشديد أطلق على نفسه اسم يدل على ذلك. فما هو ذلك الاسم اللي قلناه؟ عبد الله هو اسم السفاح. أطلع عبد الله بن محمد أبو العباس السفاح. اختيارك أخضر. حرف القاف. حرف القاف. حرف القاف هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يركبها عندما دخل المدينة المنورة مهاجرا. القسواء. القسواء إجابة صحيحة. اختيارك يا خالد. حرف الميم. حرف الميم. زيت سائل قابل للاشتعال يتخذ بديلا للفحم الحجري والبنزين ويستخدم لأغراض التدفئة في المنازل. سؤال الفريقين طبعا الآن بالحرف الميم. زيت سائل قابل للاشتعال يتخذ بديلا للفحم الحجري والبنزين ويستخدم لأغراض التدفئة في المنازل. ها مازوت. ميم جديد. جهاز أو أداة من الزجاج تستخدم لتحليل الضوء إلى ألوانه الأساسية. منشور. منشور صحيح. ماذا تختار يا أخضر؟ رقم ستة. رقم ستة هذا بحرف الميم. من المعالم الحضارية لمدينة جدة عروس البحر تلك النافورة التي تزين المنطقة والتي تعتبر أكبر نافورة من نوعها في العالم. نافورة الملك فهد. طيب السؤال مش هنا. السؤال مش هنا يا أخضر حقك الآن أنت في الإجابة. سمعت السؤال ولا عيده؟ من المعالم الحضارية لمدينة جدة عروس البحر تلك النافورة التي تزين المنطقة والتي تعتبر أكبر نافورة من نوعها في العالم كم يبلغ ارتفاع مياهها تقريبا؟ يعني على حرف الميمة يعني داخل فيها المئات مثلا. انتهى الوقت. يبلغ ارتفاعها 261 مترا. نشاهد الآن بعضا من اللقطات المصورة والتي تحكي عن النهضة في مدينة جدة. ولقد أصبح قرنيش جدة رئتها الرئيسية التي تتنفس بها ويتألف من ثلاث مناطق
مجموع أطوالها 80 كيلومترا. أما نافورتها التي تطلق المياه إلى ارتفاع 261 مترا فتعتبر أكبر نافورة من نوعها في العالم، وقد أقيمت على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز الخاصة، هدية منه لإخوانه وأبنائه من أهل جدة. وبعد أن كنا مع هذه اللقطات المصورة والتي تحكي معالم النهضة في مدينة جدة، نعود لاستئناف الجولة هذه من مباراة هذه الحلقة. رقم 6، لازلنا في رقم 6. رقم 6 أمامي هنا سؤال في حرف الغين يبدأ. في اللغة والأدب، في اللغة ما سوى الشيء؟ نعم، غيره. غير صحيح. اختيارك يا صقر. حرف العين. حرف العين. أسرع الكواكب في الدوران حول الشمس. أيوة. عطارد. عطارد صحيح. يلا يا أحمر، يلا يا أحمر، يلا يا أحمر. اختيارك. يلا يا أحمر خلصوا. الدال. دال. حرف الدال. مجتمع نباتي من شجيرات مستديمة الخضرة أو السلبية توجد به شجيرات البلوط. مجتمع نباتي من شجيرات مستديمة الخضرة أو السلبية توجد به شجيرات البلوط. دغل. دال. أنا بحرف الدال. حرف الدال. المال الذي تدفعه الحكومة للإبقاء على السلع والخدمات في متناول يد الجميع. حرف الدال. أيوة. دعم. دعم. دعم صحيح. أنا عبد الله اختيارك. رقم 5. رقم 5 حرف الياء. الاسم المختصر للاتحاد الوطني من أجل استقلال أنغولا التهم، وهو اتحاد له نشاط تحريري واسع معروف. والله دائما بتمرد في الأخبار هذه، دائما بتورد في نشرات الأخبار وتسمع نشرات. الاسم المختصر للاتحاد الوطني من أجل استقلال أنغولا التهم، وهو اتحاد له نشاط تحريري واسع معروف. إسكولا. نعم. إسكولا. لا أقدر. عندك إجابة؟ عيد السؤال. الاسم المختصر للاتحاد الوطني من أجل استقلال أنغولا التام، وهو اتحاد له نشاط تحريري واسع معروف، اسمه يونيتا. يونيتا. رقم 5 أيضا سؤال آخر في حرف الطاء. قلعة عبارة عن صخرة ضخمة جدا عليها كتابات ثمودية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد، وأخرى عربية كتبت بعد الإسلام وهي في أحد ضواحي سكاكا. ما اسم هذه القلعة؟ حرف الطاء. ما حد فيكم من قريب من سكاكا من الجوف؟ طريف. طريف. لا مش طريف. الأخضر. طوير. 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 رقم 5 جديد في اللغة والأدب، حرف الواو. أكثر الحروف الهجائية العربية استعمالا ويعرف بحرف العطف. واو. واو صحيح. يلا يا أخضر، فرصة مهيئة أمامك الآن. حرف الراء. حرف الراء. الراء بتقفل وبصيره 2-1. حرف الراء. صحابي جليل من أهل الحجاز وأهل الصفة، كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وهو الذي سأل النبي عليه السلام أن يرافقه في الجنة فقال له أعني عن نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود. ما تعرفه أكيد. ربيعة ابن كعب الأسلمي. راء جديد. وصف هذا الشهر العربي من السنة العربية القمرية بالأصم، لأن أصوات السلاح وصرخات المستغيثين لا تسمع فيه، وهو من الأشهر الحرم عند العرب، فما هو؟
حرف الراء. رجب. رجب صحيح. قطع عليكم يا أخضر. ديارك يا أحمر. حرف الشين. حرف الشين. هيا. حرف الشين. السؤال يقول: كتاب الفقه كتاب ألفه ابن قتيبة الدينوري ترجم فيه لنحو 180 شاعرا عني به كثير من العرب والمستشرقين، ما اسم هذا الكتاب؟ نعم الشافعي. لا أقدر تعرف؟ كتاب ألفه ابن قتيبة الدينوري ترجم فيه لنحو 180 شاعرا عني به كثير من العرب والمستشرقين. الشعر والشعراء. الشعر والشعراء صحيح. ايوه اخضر. ايضا اذا اجبت على السؤال التالي اللي هو بحرف الخاء طبعا. ها الخاء حرف الالف. تسكر خط الالف. الالف لا لا الالف لا الف او رقم ثلاثة. نعم ها تبقى الالف رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة حرف الهاء. تزوجها ابراهيم الخليل عليه السلام بطلب من زوجته الاولى سارة فولدت له نبيا، فمن هي؟ هاجر. هاجر. قطع عليكم يا اخضر. يلا اختيارك يا خالد. حرف الفاء. ها حرف الفاء. ذهب. سمعت ذهب الحين. الحدس او الاستدلال بالامور الظاهره على الامور الخفيه. نعم فطنه. آه. فراسة. فراسة صحيح. مبروك، لأن هذا السؤال كنا عليه سبيكة ذهبية. أنت اللي أخذت سبيكة ذهبية قبل شوي ولا زميلك عبد الرحمن؟ صار عندك سبيكتين يعني. ها كم سبيكة صار عندك؟ ثلاثة. ما شاء الله مبروك. طيب اختيارك الآن. حرف النون. حرف النون. إذا ثلاث سبائك معناته يمكن تعطي جارك منها واحدة. هاي حرف النون. إذا أجبت على هذا السؤال صيروا 2-1، يعني جولتين ضد واحدة. صحابي جليل هو صاحب المثل القائل: أكل الظهر عليه وشرب. هذا والله لو تعرفوا سكروا الخط. صحابي جليل هو صاحب المثل القائل: أكل الظهر عليه وشرب. نعمان. لا ها بحرف النون. ها أقدر تعرف؟ خلاص. نابغة الجعدي. نون جديد حرف النون. كل ما عبد من دون الله ماذا يطلق عليه بحرف النون؟ ها ما في؟ ها ننصب جمع أنصاب. خلص الوقت. يلا نون جديد. أحد الأنهار الإفريقية صالحة للملاحة يمر في عدد من الدول الإفريقية يصب في خليج غينيا. نهر النيل. لا آه أخضر. طوله 4200 كيلومتر. أحد الأنهار الإفريقية. ها نهر النيجر. نون جديد. الاسم القديم لمدينة نيويورك والذي عرفت به حتى عام 1664 ميلادية هو اسم عاصمة هولندا مع إضافة نيو الجديدة. عاصمة هولندا بس احنا بنحط لها نيو. آه. نيو أمستردام. نيو أمستردام صحيح. اختيارك. حرف الألف. حرف الألف. حرف الألف. آه الأخضر بهذه الحالة لو ما أجبت وجاب الأخضر بقفل خطه. بعلم النفس هي القدرة المزعومة على رؤية حوادث موضوعية وإدراكها دون استخدام العين، ماذا يطلق على هذا؟ على هذه القدرة المزعومة. اللي عارف يضرب جرس. هي القدرة المزعومة على رؤية حوادث موضوعية أو إدراكها دون استخدام العين. ما في إجابة ضامن من الفريقين. استشفاف. ألف جديد. من الأسماء آخر سؤال. من الأسماء التي تطلق على مكة المكرمة حرف الألف يبدأ. يلا ها أبكى. لا ها فريق آخر عارف.
أم القرى. أم القرى إجابة صحيحة. ويفوز بهذه الجولة الفريق الأخضر، وبهذا يفوز بجولتين مقابل جولة واحدة. إذن مبروك للفريق الأخضر، وإن شاء الله نلتقي معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. تحياتي لكم أيها الأخوة، حتى نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.